아니. ازيك يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. فيديو النهارده انا مش هقول عشان شهد لسه ما تعرفش اصلا احنا هنعمل ايه. انا جبتها على عماها كده، اخدت موافقتها الاول ان هي تصور معايا ووافقت، بس هي مش عارفه احنا هنعمل ايه اصلا. اقول لكم بقى، شهد دي اختي الصغيره في تانية اعدادي، صح؟ تانية. شبه بعض. شوشو، انتي متوقعة هنعمل ايه في الفيديو ده؟ متوقعة اي حاجة. قولي، يعني لما قلتلك هنصور الفيديو مع بعض قلتي ايه اللي هيحصل؟ غالبا يعني اي حاجة كده. هتجربي عليا ميك اب مثلا؟ ايه؟ هتجربي عليا ميك اب مثلا؟ انا عارفة ان هي كده هتقول كده اصلا، ان هي متهيألي ان هي مستنية فرصة اصلا ان انا احط لها فيها ميك اب. بس لا بصراحة انتي انا مش هحطلك ميك اب. ايه؟ شهادتي بتتكسف جدا يا جماعه، عشان كده زي ما انتم شايفين. وقبل ما نبدا نصور قلت لها يلا نصور، قالت لي لا. فهتلاقوها عامله كده طول الفيديو. انا معاكي، يعني انا كل مره بصور لحد النهارده ببقى بالمنظر ده، عشان كده انتم بتشوفوني وشي خشب نوعا ما. توقعي حاجه كمان، اخر فرصه. مش عارفه. طب هصدمك انا، انت هتحطي لي ميك اب؟ ايه رايك؟ ازاي؟ انت بتعيطي ولا ايه؟ ما انا برضو عارفه ان انت هتموتي وتلعبي بالحاجات اللي قدامك دي، صح؟ هبوظهم لك. ما يعني ربنا يستر، ماما اللي هتدفع، ماليش دعوه. انت شفتيني بتتفرجي على فيديوهاتي اصلا؟ انا عمري ما سالتها السؤال ده، لان شهد دايما لما بتبقى هنا او انا عند ماما في البيت بتبقى قاعده في الاوضه لوحدها، يا بتذاكر يا نايمه يا كده، يعني فاهمين؟ شهد اصلا ما شاء الله من الاوائل، فمش فاضيه لنا حاجه شبه كده. يعني بكره عندها اوائل طلبه اصلا، بكره بعد بكره. طيب طب ايه يعني؟ مش بس انت بتشوفيني انا بحط ميك اب وبتاع، عارفه حاجات يعني. طب ايه ده مثلا؟ طيب بصي يا ستي، انا هقول لك. طب انت عارفه الحاجات بتتحط فين في الوش؟ كده برضه. طب حلو، يعني عندي خلفيه. طيب خلاص ايش. طيب ان شاء الله كده شهد ميك اب ارتست، هتعملي ميك اب النهارده وربنا يستر. المشكله بقى ان انا مثلا مش محدده لها شويه حاجات هتعمل بيها، مثلا الحاجات اللي انا مش خايف عليها تبوظ. لا انا سايبه لها مطلق الحريه. على فكره هي فرحانه جدا، انا متاكده دي في منتهى السعاده دلوقتي. انا اللي قلبي بيتقطع من جوه. هساعدها، هغششها في شويه حاجات مش قوي يعني، بس هي هتعمل اللي هي عايزاه. انا شايله المرايات من قدامي، مفيش بس غير الشاشه بتاعت الكاميرا هنا بس، انا هحاول ما ابصلهاش على قد ما اقدر. بس انا هقول لها شايفه النقطه الحمراء اللي بتبين ان احنا بنسجل، شايفينها؟ انت خليكي مركزه مع دي، عشان لو ما لقيتهاش يبقى احنا بنصور على الفاضي. طيب. بس ف ربنا يستر، يلا بينا. تعرف اول حاجه بتتحط ايه؟ فاونديشن. ايوه برافو، اختار. انا حطيت لها 1 2 3 4، انا حطيت لها 6 انواع فاونديشن، هي تختار ما بينهم. اختاري اي حاجه بقى. ده شكله. اختارت الكاتريس. ماشي، دي اول حاجه. بتعرفي عارفه بحطه بايه؟ سبونج. ايوه برافو، انا بلها لها اهي. انت مسلمه لي وشك كده ليه؟ ما واثقه قوي. تعرفين انا بقالي قد ايه ما حدش حط لي ميك اب؟ بقالي قد ايه؟ انا عمري ما حد حط لي ميك اب تقريبا، الا في فرحي مثلا. انا اسفه، اتفضلي. مش اي، براحتك بقى، انت عيشي حياتك اللي انت شايفاه. اتفضلي. سلام. ميك اب ارتست يا جماعه والله. طب والله حلو. انا حسست حلو. انزلي تحت. ازاي؟ مش انت بوشي ولا مش انت؟ انا اسفه، انت بتكلمي فاونديشن. على فكره شهاده تقريبا انا اللي مربياها، تقريبا هي انا اللي مربياها فعلا، وما زالت بتتكسف مني فعلا لحد دلوقتي. مش فاهمه ايه الفكره يعني. كفايه. ماشي انت قلت. بعد كده بحط ايه؟ كونسيلر. ايه ده شاطره والله. شوفي بقى عايزه ايه. ماشي، بيتحط فين؟ لا مش تقريبا. ايوه برافو. فين تاني بقى؟ معرفش بس اللي انت عارفاه مني، بس اتمنى انك ما تخزقيش يعني. اعمل بيه؟ ما هي هي نفس اللي رششتك اهو. فايلك فوق. اتفضل. انت عارفه انك بتدمجي جوه عينيا صح؟ بتدمجي ايه؟ لا انا اسفه، انت مش عارفه ان انت اللي انت بتعملي ده اسمه دم؟ والله ما بتتعملي. بدهنه. بدهنه اوبا. ماشي يلا معلم، ادهنيه يا بنتي.
لايتي برا. في حاجة اسمها اي شادو بيز. اوي ما وصلت الاي شادو بيز بس يعني عايزة تعمل اي شادو بيز الاول؟ طيب ماشي. ده بتحط فين برضو؟ طب انا هغششك بحاجة كده خفيفة. وانت المفروض الحاجات دي كلها بتثبتيها بدل ما وشي يسيح. دي شاطرة برافو. اوكي اخدت الباودر بتاعت ايرسبون هي كانت قدامها. بس انا بطلع حبة منها في الغطا هنا عشان هي مخرمة كده شايفة. وبعدين بثبت بالسبونج دي. لا مش كده دي. كفاية. تاني؟ كفاية والله. مصعب كفاية. طب دي بتتعمل ازاي طيب؟ مش حاجة انا يعني اتصرف في الاخر. حلو بعيط. اه شادي من النوع اللي لما بتضحك بتعيط من ضحك فزي ما انتوا شايفين المنظر كده. هو النص ده بقى مش هيسمح لي انتي حسبتي الجزء ده بس. طيب ها بعد كده عايزه ايه؟ قولي يلا. قلت لك اللي انا عارفاه. الاي شادو بيز. طب الاي شادو بيز اللي احنا يعني هشرح لك مش مشكله. ان هو بحط حاجه عشان احط عليها الاي شادو. انا بحط الكونسيلر عادي. انت عايزه تحطي الكونسيلر تاني حطي. ممكن ما تحطي يعني براحتك. يلا ادينا اي حاجة اسمها هايلايتر. ماشي هي مش ماشية بالترتيب نهائي بس ما علينا مش مشكلة. عايزة ايه؟ دي ولا دي ولا دي؟ وده سائل هايلايتر برضو بس سائل. عايزة دي؟ الكوبي. هي تقريبا عشان عرفت ان هي كوبي فقالت يعني ما تخسرنيش فتستخدم استخدمي اي حاجة براحتك. هي طيب انتي حر. بيتحط بايه بقى؟ اكيد بفرشة. طبعا حاجة غبية جدا. اكيد بفرشة. على فكرة المساعدة زادت عن حدها. في دي وفي دي دول فرش هايلايتر. عايزة عنهم. طيب فني بقى انا عايزة اكيد فني. شوفي لي واحد انتي بتستعمليه وانا احطه. انا اصلا جربتها مرة واحدة فقط ما حطينيش منها تاني. ده بستعمل ايه؟ ايوه صحيح اروبا. ايه هو؟ مش عارفة بقى مالي. درس فنينة فنينة. طب حطي تاني انتي الفرشة فاضت اساسا. شايفة حاجة بتحصل ولا ايه؟ شايفة بروبر. فين بقى؟ فين بقى؟ هنا اهو هنا اهو. اوكي ماشي. لا قولي. لا مش هقولك انا ماليش دعوة. براحتك. كفاية بقى خدي. طلعتي من الأوائل كام مرة أو في سنة كام طلعتي ايه وهكذا؟ سنة ستة الثامن والإعدادي الخامس. ايه ده انتي مش كنتي بتطلعي الأولى يا بنتي؟ كنتي بتطلعي الأول في الفصل. على الفصل غير على المدرسة. اه انتي الثامن والخامس ده على المدرسة؟ بس كنت بتطلعي الاولى على الفصل صح؟ طب ما انتي حلوة في ايه؟ انا يا جماعة في كلية علوم طالعة العشرة على الدفعة بس الدفعة اللي بعد كمان يعني انا اخدت ترم زيادة فطلعت العشرة. طب انتي حطيتي الاي شادو بيز ده هتسيبيه كده يعني حطيتيه على اساس ايه؟ حطيتك على اي شادو. اه بالظبط. هي اختاري بتاعت تويلايت اللي كانت من جول شيك برضو. يلا دي فرش العين كلها. مش هرششك بقى هنا حاجة عشان يعني انتي براحتك. ايه الفرشة المقلوبة دي؟ عايزة تعملي الوان ايه؟ ده مثلا؟ لا قولي ده هم مش شايفين ده اللي هو ايه؟ قولي عايزة تعملي اللوك عامة على الوان ايه؟ ولا عايزة اعمل بينكات مثلا عند كسرة العيد عشان يا جامد يا جامد لا قوي تلاتة حواجبك ولا جامد كله بيتدارى في الاخر مش مشكلة. انا لحد دلوقتي حاولت ما ابصش على الشاشة بتاعت الكاميرا اللي بسيط بصراحة يعني وعشان هي لسه ما عملتش حاجة جامدة فما شفتش. طب وده وده هيروح فين؟ هو ايه ده انا مش شايفه والله. في هنا وهنا زيت بس اصلا لو شفتوا الطريقه اللي كتبت بيها الاي شادو حرفيا عملت كده اخدت اللون فين اهو كده وعماله تعمل فيه كده فطبعا نصه طلع بره في الاخر اتعمل شاد. من النوع اللي ما بتحبش الركوب ابدا وللاسف هي اللي فكرتني بالموقف ده النهارده. جابته لنفسها في مره كنت اخداها ورايحين سان ستيفانو. حلو عجبني. وبعدين بقول لكم بقى رحنا سان ستيفانو وجينا بقى واحنا مروحين انا كنت حامل ساعتها كنت حامل ما كنتش في الاخر متهيألي صح؟ كنت لسه في الاول كنت في الكام كده؟ اول او التاني. لا والله. وبعدين بعد ما خلصنا سان ستيفانو المفروض هنروح بقى وانا زي ما انتم عارفين اللي يعرف يعني كنت ساكنه في سيدي بشر دلوقتي في 45 بس الاول كنت في سيدي بشر. فالمهم بعد سان ستيفانو قررت ان هي تروحنا مشي من سان ستيفانو لسيدي بشر وانا في الغالب يعني مش بطوعها بس يعني مش عارفه ايه اللي حصل يومها. قلت لها ماشي ما كانش في مشاريع دعيت ان ما يبقاش في مشاريع وما كانش في مشاريع. خلاص خلاص عينك بس هي عندي بايظه على اساس ان دي سليمه يعني. لا والله دي حلوه. ايه طيب بس خلاص كده مش هتحتاج حاجه ثانيه كفايه. طيب هي ايه كمان
هتعملي ايه تاني؟ حواجبي مثلا مش بعملها برسمها. لا هتعملي كله حرام. انا بس هقول لك تستخدمي ايه او الحاجات اللي موجوده تستخدميها. انت عارفه انا بستخدم انا فرشه مش انت ايوه بالظبط كده بصرح بيه الاول لفوق. ايوه هي عارفه ان انا بعمل كده بس هي مش عارفه انا بعمل كده ليه. هتستخدمي ايه طيب؟ انا واحده فيه ماشي. اخدت الجل تعملي رايك يلا. عادي جدا انا بحاول ما ابصش في الكاميرا عشان ما اتصدمش. كملي يلا. يعني هو بلاش حاجب بس يبقى عادي. ازاي بحب؟ طيب خلاص اوكي انا واثقه فيكي. هينفع اخرج بيه الميك اب ده؟ لا في حته زياده ضاع. شايفين يا جماعه الفن ما هنش علينا في حاجه زياده طبعا. الله الله حاسه باحساس فظيع. كفايه بقى هو يعني شكله بقى جميل. انا عارفه. هاي كمان انا عندي فكره. حطي لي ايلاينر. انت عايزه تبوظي وشك صح؟ نفسي. ده يا جبروتك بس ده صعب يعني صعب بس قشطه مش دعوه انت حر. اختارت السائل بتاع اسنس. ربنا معاها بقى. طب هو ظنك اكتر يعني بعيني كده. الله هتنضفي كمان عشان هي غلطة بسيطة بس محتاجة تظبطها. قلبي كفاية. انت راضية عنه يعني؟ راضية. انتي عاملة كده دي عشان تحطي في الرموش اللي فوق. عايزة هي يعمل ايه طيب؟ ولا حاجة. لا خلاص نزلي تحت. وانتي بتحطيهم لتحت ليه؟ مش عارفة. هي كده صح؟ تخيلي. انا حاسه ان في حاجه جت. امسحي روحي صلحي صلحي. الله ده بيت صلحي صح. هو ماشي ما علينا. مش هقول لها المفروض تعمل ايه. هو الايلاينر هو اللي بوظ الدنيا على فكره. بس اه شور فايدة ايه؟ لا بلاش ذكاء بقى عشان دي المفروض على تحت. مش لتحت عامله كده يبقى على تحت. يعني انا عايزه اخلص الفيديو يبقى لسه بنظري يعني. تعمل كده في وشي حاسه بحاجات لازقه في حاجات والله. هتحطي لي لا بلاش كحل. كحل ايه هتعمى فيها دي. صحيح نسيت اقول لكم شهد لسه محجبه من قريب خالص. قولوا لها مبروك. لبستيه امتى كده يعتبر بالك قد ايه؟ 3 اسابيع تقريبا. من نفسها احنا ما حدش قال لها اي حاجه اصلا خالص يعني. هو لسه في حاجه تاني؟ ده في كتير. انت ما عملتيش كونتور وما حطيتيش برونزر وما عملتيش بلاشر وما حطيتيش روج. ايوه الكونتور ده اللي هو بيحدد مش عارفه ايه. ايوه انا سالتك عليه. شاطره. هو فين بقى؟ ده بيتحط فين؟ معرفش بقى ماليش دعوه. افتكرت افتكرت كويس يا جماعه. بس انا هسهلها عليكي. المفروض ان انا بعمل كده وحركه دي بتسهل. بتعملي كده؟ انا بطلت اعمل كده بس يعني اهو شايفه في الفراغ ده بغششك اهو. يا لهوي. شادي ما شافتش حلقه الكونتور يا جماعه. ده الفاونديشن لسه مدقق. فاشلة انت ميك اب ارتست فاشلة. اصل هو جزء وجزء يعني فتيجي من الطرحة كده وده اللي مش معمول. ايه؟ ما فهمتش حاجة. كفاية. كفاية. لا في حاجة مهمة جدا على فكرة. انا ما ينفعش صغريني مناخيري لو سمحتي. اكيد مش بكل الفرشة دي بس عشان بقى فاهمين كده. مناخيري بتصغر؟ لا باللي انت بتعمليه ده هتكبر. المهم انت تكوني راضية بس على اللي انت بتعمليه ده. طبعا. أهم حاجة ثقة في النفس. انت شفتي حد بيعمل ميك اب حلو زي ده؟ اطلاقا ولا هشوف عمري ولو شفت هقتلها بإيديا. كفاية ولا حطيه؟ براحتك. طيب. كتري كتري ما تبخليش. على رأي لبنى. عارفاها انت صح؟ شفتي الفيديو بتاعها؟ طيب البرونزر ده في ده. هو ايه ده أصلا؟ في ده. بتحط فين أصلا؟ بتحط فوق الكونتور. حطيته هنا؟ ما أنا بقول لك فوق الكونتور بقى عايزاكي تطلعيني امرايا. حاضر. ده مالك ليه؟ عايزاهم ينبهروا لما يتفرجوا على الفيديو. نحط بلاشر؟ حطي بلاشر. عندك دي كلها اهي الالوان دي. باليت البلاشر بتاعت سيتي كالر فيها من فوق زي الطريقه اللي بتحطي بيها البلاشر كده فهي غشت. بصيت لهم كده عشان تعرف هو بيتحط فين. الله طب والله اختارت لون حلو. اختارت الدرجه دي. ايه؟
طب يا جماعه احنا اكتشفنا ان الفيديو ما كانش بيتسجل، فانا مش عارفه احنا وقفنا لحد فين، فهنتابع من هنا وخلاص. اهم حاجه يا جماعه، اهم حاجه التنظيف. بوظي براحتك بس اتنضفي. معلش يا جماعه بعد اذنكم احنا ما خلصناش عشان شاهد لقيت في حاجه مش مظبوطه. اتفضلي. ممكن اهرش؟ لا. يعني اغمض؟ سوري انا اسفه. احنا اسفين جدا والله. معلش حقك عليا. يلا. الله هرشت لي في الحته اللي كنت عايزه اهرش فيها. انظبط؟ عملتي الوينج ولا ما عملتيش وينج؟ اعمل لي وينج. اعملي لي ايه؟ ما عملتيش وينج؟ لا انا سمعت انا ما بقبلش الا بالوينج. اتفضلي. الوينج دي اللي هي كده صح؟ ايوه هو اللي انت عملتيه ده بالظبط. مفيش احلى من كده ابدا. يا خلاص كده اتعمل؟ ان شاء الله. احنا بصوا شايفين يا جماعه احنا بناخد في الايلاينر 3 ساعات مينيمم. شاهد ما خدتش ثانيه، هي عملت كده وبقى الوينج خلاص. انا عاجباني قوي ثقتك في نفسك الصراحه. خزقي ولا يهمك، خزقي براحتك. شاهد خلصت بتاع بكره مناديل كامله وثلاث ارباع الودانات التنظيف اللي هي بتعمله ده. انا ساكته عشان تركز، قال يعني الموضوع بجد فخدين بالكم. لا اوه انا حاسه عندي حقنبي والله العظيم. قربت يعني قربت شويه لسه، بدل في مسافه ما بيني وبين الحواجب يبقى احنا كده تمام. هي دي احلى. عايزه تظبطي زي دي؟ مش هتتظبط عشان دي عامله كده ودي عامله كده. طيب يا ريت شوفي اللوك بتاعك الاخير، عايزه تحبي تضيفي حاجه قبل ما نبدا قبل ما نختم؟ هاتي خديك اللي هناك كده. خدي اللي هو ده؟ خدي اللي هناك. خلاص مظبوط كله تمام؟ في كونتور باين، اهم حاجه كله باين. مش عايزين نكدب على الناس، عايزين نفهموا ان انت ابذلتي مجهود. قولوا لي يا جماعه وقفوا الفيديو دلوقتي قبل ما اشوف الكارثه دي وقولوا له شهد عملت ايه. يلا بينا. لا استني والله، لا استني استني والله انت شاطره والله. ايه ده يا جماعه ده الايلاينر حلو. لا بس عشان نبقى يعني في حقك، اي نعم الفاونديشن غالبا مش موجود. محطوط في حتت وحتت، لا بس مش مشكله. الحواجب والله انا متهيألي ان هي عملت حاجه كويسه، يعني على الاقل ما طلعتش بره الحاجب، يعني هي سوسه وقعدت ترسم جوه الحاجب عشان ما يبانش اي غلطات. هو الموضوع مش باين قوي، يعني الكارثه مش باينه قوي. طبعا الاي شادو ما شفتش في حياتي احلى من كده نهائي. خالص يعني ما شفتش اي شادو بالجمال ده، ان هو يبقى مغطي حواجبي كده، دي حاجه داخل هنا ونازل لتحت. بصوا شايفين شايفين تحفه تحفه تحفه. بس والله العظيم مش بهزر الايلاينر حلو والله. بصوا كده طبعا يعني مش حلو ان انا هخرج بيه، انا اسفه يا شادو مش قصدي. بس والله الوينج معمول فعلا حلو في الناحيتين، هو بس كان عايز يتملى. عارفه انت لو كنت بصي شايفه الفراغ اللي بينه وبين الرموش دي، لو كانت اتملت الفراغ اللي بين الايلاينر وبين الرموش ده والله كان هيبقى حلو والله. شاطر. انا مش عارفه هو فين الكونتور البرونزر اللي انت حطيتيه صراحه. اهو فين؟ اهو تصدقي اهو في خط كده اهو. اهو وفين الكونتور الانف يا شه؟ انا مش قلتلك صغرين ولا في ايه يا شه؟ ما بتصغرش هي على حالها كده. قصدك ايه يا شه؟ قصدك ايه؟ ما بتصغرش عيني. المهم انا هكبر منك. بس قولي لي ايه رايكم بقى في الفيديو ده، وايه رايكم شهد تطلع معايا تاني عشان انا عندي فكره تانيه لفيديو تاني شهد فيه. بصوا انا هقول لكم على حاجه، الفيديو ده انا ما كنتش محضره له خالص، فعشان كده ممكن تلاقونا تلات ارباع الفيديو مش بنتكلم كتير او مش بنحكي عن حاجه، يعني لان انا هي لسه جايه لي النهارده هي وماما، وانا فاجئتها بحته ان انا عايزه اصور فيديو معاها كده. لكن لو انتوا قلتولي مثلا ان احنا ممكن نصور فيديو تاني، او حبينا تطلع معايا تاني فيديو تاني يكون برده كده لايت، حاجه خفيفه مش تعليميه او بتاع، قولوا لي هبقى محضره له بقى. وده يديكي نصيحه ان انت لازم تتفرجي على الفيديوهات. لو كنت بتتفرجي على الفيديوهات يا هانم كان زمانك عرفتي تعملي ايه. انا عرفت اتكبست تاني. شكلي وحش قوي. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. لو لسه ما عملتوش سبسكرايب ودوسوا على الايه اللي جنب كلمه سبسكرايب. ودوسوا على الجرس اللي جنب كلمه سبسكرايب عشان يجيلكوا اول ما انزل اي فيديو جديد، واعملوا لي لايك عليه كمان. على ايه؟ على ايه؟ على الفيسبوك. ايوه وايه؟ وفولو على الايه؟ على الانستجرام. ايوه واشوفكوا الفيديو الجاي. باي.